السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص بعنوان تواضع سيدنا عمر. تعالوا مع بعض نبدأ شرح الدرس ونتعرف على الشاعر كاتب هذه الأبيات ونتعرف على المعاني المهمة والأسئلة ومواطن الجمال اللي موجودة في الدرس. أول حاجة الشاعر كاتب هذه الأبيات هو الشاعر حافظ إبراهيم. الشاعر حافظ إبراهيم شاعر مصري معاصر، ولد في صعيد مصر عام 1872، تخرج في المدرسة الحربية وعين ضابط، وكان مديرا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية، ولقب حافظ إبراهيم بشاعر النيل، ولقب بشاعر الفقراء وشاعر الشعب وشاعر الوطنية، وتوفي عام 1932. تعالوا مع بعض نبدأ بقراءة النص. يقول حافظ إبراهيم في هذا النص بعنوان تواضع سيدنا عمر: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. تعالوا مع بعض بقى نشرح الأبيات دي بيت بيت. أول بيت بيقول وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا، يعني راع، راع يعني أعجب وأدهش. صاحب كسرى، مين صاحب كسرى؟ صاحب يعني رسول، رسول كسرى. كسرى ده لقب لملك الفرس، ملك الفرس كان بيلقب بكسرى، كسرى ده لقب زي حاكم مصر بيبقى فرعون، ملك الفرس بيبقى اسمه كسرى، كسرى ده لقب لملك الفرس، وجمع كسرى أكاسر وأكاسرة. وراع صاحب كسرى، رسول ملك الفرس لما جه لسيدنا عمر بن الخطاب أن رأى عمرا، عمر بن الخطاب راعه، راعه يعني أعجبه وأدهشه، أدهشه عندما رأى عمرا، رأى يعني شاهد، وعكسها عمية، شاف سيدنا عمر بن الخطاب بين الرعية، الرعية اللي هم عامة الشعب، عامة الناس، وعكس الرعية الراعي اللي هو الحاكم، وجمع الرعية الرعاية. شاف سيدنا عمر بين الرعية عطلا، يعني عطلا يعني بدون أي مظاهر من مظاهر الزينة، خاليا من مظاهر الزينة، وجمع عطل أعطال، عطلا وهو راعيها، يعني راعيها ده هو الحاكم هو الرئيس، معنى راعيها حاكمها، وعكس راعيها عكس الراعي الرعية، وجمع راعي رعاء. تعجب واندهش رسول كسرى رسول ملك الفرس عندما رأى سيدنا عمر بلا حراسة وخاليا من مظاهر الزينة التي اعتاد أن يراها في الملوك والأمراء، مع أنه حاكم هذه البلاد ورعيها، وعهده بملوك الفرس، يعني عهده، عهده يعني معرفته، وجمع عهده عهود، وعكس عهده جهله، ما هي عهده يعني معرفته وعلمه، يبقى عكسها جهله، وعهده بملوك الفرس أن لها، معرفته هو اعتاد هذا الرسول أن يرى ملوك الفرس وهم في حراسة مشددة، أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، يعني يحرسها ويحفظها، وعكسها يؤذيها أو يضرها ويضيعها ويخذلها. يبقى احنا كده عرفنا ان رسول ملك الفرس رسول كسرى تعجب واندهش عندما رأى تواضع سيدنا عمر، عندما رآه بين عامة الشعب بين الرعية خاليا من مظاهر الزينة، لأنه اعتاد رؤية ملوك الفرس وهم في حراسة مشددة تحميهم. ايه مواطن الجمال بقى اللي موجودة في الأبيات اللي قدامنا؟ وراع صاحب كسرى، ايه الجمال اللي فيها؟ ده تعبير جميل بيدل على التعجب والدهشة، تعجب رسول ملك الفرس من تواضع سيدنا عمر بين الرعية عطلا، ده تعبير جميل بيدل على تواضع سيدنا عمر أنه كان خاليا من مظاهر الزينة، وهو راعيها، هو راعيها ده تعبير جميل بيدل على أن الحاكم مسؤول عن رعيته، وده بيدل على مسؤولية الحاكم ورعايته الشعب، بين الرعية وهو راعيها، الرعية والراعي بينهما، برافو، بينهما تضاد، نقول له تضاد يؤكد المعنى ويوضح.
البيت الثاني بيقول وعهده بملوك الفرس. عهده بملوك الفرس ده تعبير جميل بيدل على معرفة رسول كسرى وخبرته بأحوال ملوك الفرس. بملوك، ملوك دي جمع، جمع تفيد الكسرة. معرفة رسول كسرى وخبرته بملوك الفرس أن لها صورا من الجند، صور من الجند. هنا ده أسلوب مؤكد بأن أن لها صورا من الجند، وهنا برضو بيشبه الجند الجنود اللي حوالين الملك بالصور، يشبه الجند بالصور، وده بيدل على إيه؟ بيدل على قوتهم وتماسكهم. وبرضو من مواطن الجمال هنا برضو أسلوب توكيد. إيه أداته؟ تقديم الجر والمجرور لها، تقديم لها على كلمة صور. يبقى هنا عرفنا أن ده أسلوب مؤكد بأن وبيشبه الجند بالصور، وأسلوب مؤكد بتقديم الجر والمجرور أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها. كلمة صورا نكرة، نكرة تفيد التعظيم. طب إيه يا مستر السؤال اللي ممكن يجي لنا على البيت اللي قدامنا؟ ممكن يجي يقول لك ما الذي راعى صاحب كسرى؟ إيه اللي أدهشه؟ هنقول له راعى صاحب كسرى تواضع سيدنا عمر بين الرعية عطلا خاليا من مظاهر الزينة. سؤال تاني ممكن يجي يقول لك قارن رسول كسرى بين عمر وملوك الفرس، وضح أوجه المقارنة وأثرها عليه. الإجابة على السؤال ده هنقوله أن كان سيدنا عمر متواضع خاليا من مظاهر الزينة بدون حراس، أما ملوك الفرس تحيطهم حراسة مشددة، يحيط بهم الجنود والحراس لحمايتهم من الخطر. وأثر ذلك عليه أنه تعجب مما رأى، فعظم عمر واحتكر ملوك الفرس بكل ما لديهم من مال. وده برضو اللي هنعرفه بالتفصيل في الأبيات اللي جاية. نقرأ البيت اللي بعد كده بيقول رآه مستغرقا في نومه. رأى مين؟ رسول كسرى رأى مين؟ رأى سيدنا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رآه مستغرقا، يعني رآه؟ رآه يعني شاهده، وعكسها عمية. رآه مستغرقا، يعني مستغرقا؟ مستغرقا يعني متعمقا، نائما نوما عميقا. مستغرقا في نومه، عكس نومه يقظته. في نومه فرأى، شاهد فيه الإيه؟ فرأى فيه الجلالة. الجلالة يعني العظمة، وعكسها الحقارة. شاهد سيدنا عمر تبدو عليه العظمة في أسمى معانيها، في أرقى صورها. أسمى معانيها يعني أجل وأعظم وأعلى وأرقى، ومضاد كلمة أسمى أدنى وأحقر. في أسمى معانيها، في أسمى صورها، ومفرد معانيها معناها. هنا رسول كسرى شاف سيدنا عمر نائما نوما عميقا، وتبدو عليه العظمة في أرقى صورها. كان نايم فين سيدنا عمر؟ فوق الثرى. إذا نايم فوق التراب؟ كان نايم فوق التراب. الثرى اللي هو التراب المبلل، وتحت ظل الدوح، تحت ظل شجرة. الدوح دي اللي هي الشجرة، كلمة الدوح معناها الأشجار الكثيفة ملتفة الأغصان. نايم على التراب تحت شجرة كبيرة في ظلها، مفرد الدوح الدوحة. وكان سيدنا عمر مشتملا، يعني مشتملا؟ مشتملا يعني ملتفا، وعكس مشتملا متجردا. كان مشتملا، كان ملتف بإيه؟ ببردة. يعني بردة؟ عباءة. وجمع بردة برد أو برد. ببردة، بعباية، كاد طول العهد يبليها. كاد يعني قرب وأوشك طول العهد، العهد اللي هو الزمن، العهد الزمن، وجمع العهد العهود. يبليها يعني يفنيها، وعكسها يجددها. بنقول إن كان سيدنا عمر نايم على الأرض في ظل شجرة، تحت ظل شجرة، وكان ملتف بعباءة قديمة كاد الزمن يبليها ويفنيها. طب ايه مواطن الجمال اللي موجودة في البيت اللي قدامنا؟ رآه مستغرقا في نومه، ده بيدل على انه مستغرق، متعمق في النوم. ده تعبير بيدل على الطمأنينة وراحة البال. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة. هي الجلالة دي هتتشاف ولا ده بيشبه الجلالة بشيء مادي؟ برافو، بيشبه الجلالة بشيء مادي يرى. وبرضو بيدل على عظمة مين؟ على عظمة سيدنا عمر. وبرضو توكيد بتقديم الجر والمجرور اللي هو فيه. فرأى، المفروض يقول فرأى الجلالة فيه. هنا برضو اسلوب توكيد أداة تقديم الجر والمجرور. فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى. كان نايم فين سيدنا عمر؟ فوق الثرى. بيدل على ايه؟ طبعا بيدل على تواضع، شدة تواضع سيدنا عمر وزهده في الحياة. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا. عندنا فوق وتحت، بينهما، برافو، بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضح.
مشتملا ببردة، بردة قديمة، عباءة قديمة كادت أن تبلى من طول الزمن، ببردة كاد طول العهد يبليها. ده تعبير برضو بيدل على شدة تواضع سيدنا عمر وزهده في الحياة. طب ايه الأسئلة اللي ممكن تيجي برضو على الأبيات اللي قدامنا؟ سؤال لما يجي يقولك بما اتصف عمر ليكون حاكما عظيما؟ اتصف بالتواضع والزهد والعدل وتطبيق مبدأ الشورى، وده برضو الحاجات اللي هنتعرف عليها في الأبيات اللي جاية. سؤال تاني، كيف رأى الرسول عمرا؟ رآه مستغرقا في نومه فوق الثرى تحت ظل الدوحة، ملتفا ببردة كاد طول العهد يبليها. يلا البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول حافظ إبراهيم فهان في عينه. في عين مين؟ في عين رسول كسرى. يعني هانا؟ هانا يعني حقرة وصغرة، وعكسها عظم وكبرة. مين اللي هان في عينيه؟ احتقر مين رسول كسرى؟ ما كان يكبره. يعني يكبره؟ ما كان يعظمه، اللي كان بيعظمه وبيقدره، وعكسها يحتقره. احتقر مين رسول كسرى؟ احتقر اللي كان بيعظمهم ويكبرهم. مين دول؟ الأكاسر، ملوك الفرس. ومفرد الأكاسر كسرى والدنيا بأيديها ويملكون كل شيء. وبيقول لسيدنا عمر أمنت لما أقمت العدل بينهم؟ يعني أمنت؟ أمنت يعني اطمأننت، وعكسها قلقت. أمنت لما أقمت؟ أمنت إمتى يا عمر؟ لما حققت العدل، لما أقمت. أقمت يعني حققت، وعكسها هدمت وأزلت. لما حققت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. لما أنت حققت العدل، يعني العدل الإنصاف، وعكس العدل الظلم. كانت ايه النتيجة؟ ان انت نمت نوم قرير العين هانيها. يعني نوم قرير العين؟ قرير العين يعني مطمئنا مسرورا، وعكسها قلقا ومضطربا. هانيها، هانيها يعني نمت راضيا وسعيدا، وعكس هانيها شقيا وتعيسا. في البيتين اللي قدامنا بيقول ان رسول كسرى لما رأى منظر عمر وعظمة سيدنا عمر كبر في عينيه، واستصغر ملوك الفرس بما لديهم من مال وجاه وسلطان. وأدرك رسول كسرى ان بسبب عدل عمر بين الناس شعر بالأمن والأمان، فنام مطمئنا راضيا مسرورا. فهان في عينه ما كان يكبره. هان في عينه، ايه الجمال بقى في التعبير ده؟ ده تعبير جميل بيدل على استصغار لملوك الفرس، وشدة تأثر الرسول، شدة تأثره وإعجابه بسيدنا عمر. فهنا في عينيه ما كان يكبره. هنا ويكبر بينهما إيه؟ هنا ويكبر بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. إيه الجمال في الدنيا بأيديها؟ ده تعبير جميل بيدل على قوة ملكهم، أنهم يملكون كل شيء وسعة سلطانهم. ما كان يكبره من الأكاسر. الأكاسر دي جمع، جمع يفيد الإيه؟ دي جمع يفيد الكسرة. طب البيت ده كله إيه علاقته بالبيت اللي قبله؟ فهان في عينه ما كان يكبره. علاقته بالبيت اللي قبله إن هو رأى سيدنا عمر فوق الثرى. علاقته نتيجة، النتيجة لما شاف سيدنا عمر فوق الثرى تحت ظل الدوح، كانت النتيجة أنه احتقر ملوك الفرس وعظم في عينه سيدنا عمر رضي الله عنه. أمنت لما أقمت العدل بينهم؟ ايه الجمال في التعبير ده؟ امنت لما اقمت العدل؟ ده تعبير جميل بيدل على ان العدل هو اساس الامن، ان العدل اساس امن الراعي والرعية. طب برضو ايه الجمال برضو في التعبير ده تاني؟ اقمت العدل، هنا تعبير جميل بيشبه العدل ببناء يقام، وده تعبير جميل بيدل على حرص سيدنا عمر على تحقيق العدل. فنمت نوم قرير العين هانيها، تعبير جميل بيدل على اطمئنان سيدنا عمر بسبب عدله. فنمت، الفاء هنا برضو بتدل على السرعة، وعلاقته باللي قبلها نتيجة لما قبل. لما انت يا عمر حققت العدل كانت النتيجة ان انت نمت نوم قرير العين هنيها، يبقى الشطر ده نتيجة لما قبله. طب ايه يا مستر السؤال اللي ممكن يجي على البيت اللي قدامنا؟ لما يجي لك سؤال ويقول لك ما سر نوم عمر مطمئنا؟ ايه السبب؟ السبب انه حقق العدل بين الناس. سؤال تاني لما يجي يقول لك بما شعر الرسول عندما رأى سيدنا عمر، عندما رأى رسول كسرى عمر بن الخطاب عظم عمر في عينيه واستصغر ملوك الفرس بما لديهم من مال وجاه وسلطان. تعالوا مع بعض بقى ناخد البيت اللي بعد كده. بيقول حافظ إبراهيم يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. بيتكلم عن عمر الخطاب، بيقول له يا رافعا راية الشورى. يعني رافعا؟ رافعا يعني معليا، وعكسها خافضا. راية الشورى ده في حاجة تانية غير العدل،
في مبدأ تاني للحكم بيطبقه سيدنا عمر، هو مبدأ الشورى. الشورى اللي هي التشاور، راية يعني علم وجمعها رايات. الشورى اللي هي التشاور الديمقراطية، الشورى اللي هي التشاور في الرأي، وعكس التشاور عكس الشورى الاستبداد. برضو هنا بيتكلم ان سيدنا عمر بيطبق مبدأ الشورى ورفع رايتها، وبيدعي لسيدنا عمر بيقول له جزاك ربك خيرا عن محبيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها، حارسها يعني حاميها، وعكسها مضيعها، وجمع حارسها حراسها. جزاك ربك، بيدعي لسيدنا عمر، جزاك يعني أثابك وكافأك، وعكسها عاقبك. بيدعي لسيدنا عمر لأنه حقق العدل وطبق مبدأ الشورى التشاور الديمقراطية، ويقول أن رأي الجماعة اللي هو الشورى اللي هو التشاور اللي هو أخذ برأي الجماعة، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، يعني تشقى تضل وتتعب. بيقول ان بالتشاور وبالمشورة والاخذ برأي الجماعة لا تشقى البلاد به، ان الاخذ برأي الجماعة والشورى لا تشقى البلاد به، لا تضل ولا تتعب وعكسها تسعد. لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، رغم الاختلاف في الرأي، الخلاف اللي هو الاختلاف، وعكس الخلاف الاتفاق. بيقول لنا ان العمل برأي الجماعة ده بيكون فيه سعادة للبلاد والعباد، ورأي الفرد يشقيها. رأي الفرد اللي هو الانفراد بالرأي اللي هو الاستبداد، رأي الفرد يشقيها، يعني يشقيها، يشقيها يعني يتعبها ويضلها، وعكسها يسعدها. بيقول لنا هنا ان العمل، ان الاخذ برأي الجماعة وبرأي الشورى يسعد البلد، اما الاستبداد والانفراد بالرأي فيه شقاء للفرد والمجتمع. طب ايه مواطن الجمال برضو اللي موجودة في الابيات اللي قدامنا؟ يا رافعا راية الشورى، ده اسلوب نداء وغرضه تعظيم، يعظم سيدنا عمر ان هو حقق مبدأ الشورى، وبرضه بيشبه الشورى بالعلم بالراية، يا رافعا راية الشورى، تعبير جميل، بيشبه الشورى بالراية العالية. وحارسها، ده بيشبه سيدنا عمر بالحارس الذي يحمي الشورى، وبرضه بيشبه الشورى بكنز او بحصن بيحتاج اللي يحميه زي سيدنا عمر لما بيحمي الشورى وبيحرسها. جزاك ربك خيرا، ده دعاء، دعاء لسيدنا عمر. جزاك ربك خيرا، ده دعاء لسيدنا عمر بالخير. جزاك ربك خيرا، كلمة خيرا دي نكرة، نكرة للعموم والشمول. يعني العموم والشمول يعني كل الخير وأي خير. جزاك ربك خيرا عن محبيها، كلمة محبيها دي جمع، جمع تفيد الكثرة، تفيد كثرة محبين الشورى ومحبين تطبيق الديمقراطية وتطبيق مبدأ الشورى والأخذ برأي الجماعة. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، ده بيشبه البلاد بشخص، بإنسان بيفرح وبيسعد بالتشاور وبالمشورة، وبيتعب وبيشقى بالاستبداد والانفراد بالرأي. وده تعبير جميل برضو، بيدل على أهمية التشاور لتقدم البلاد والمجتمع، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، ده تعبير بيوضح ضرر الاستبداد والانفراد بالرأي. عندنا هنا برضو في البيت ده رأي الجماعة ورأي الفرد، بينهما ايه؟ الجماعة والفرد بينهما تضاد، يؤكد المعنى ويوضحه. طب ايه السؤال اللي ممكن يجي برضو على الابيات اللي قدامنا؟ حددت الابيات قاعدتين للحكم، ما هما؟ القاعدة الاولى هي تحقيق العدل، القاعدة التانية هي تطبيق مبدأ الشورى. السؤال اللي بعد كده لما يجي يقول لك قارن بين رأي الجماعة ورأي الفرد، هنقول ان رأي الجماعة يؤدي الى تقدم المجتمع، اما رأي الفرد فيؤدي الى شقاء المجتمع. وبكده يبقى احنا شرحنا نص تواضع سيدنا عمر، وعرفنا المعاني المهمة ومواطن الجمال والاسئلة اللي بتيجي على الدرس. بتمنى اكون قدرت افيدكم في شرح الدرس. ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو لكل اصحابك عشان يستفادوا. بتمنى لكم كل التوفيق، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.